بعدما تزايدت الشكوك مؤخراً حول إمكانية التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة، مصادر إسرائيلية مطلعة تكشف أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحث إمكانية عقد اجتماع للحكومة الأمنية المصغرة في ممر فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر. وبحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فإن نتنياهو طلب من رئيس جهاز الأمن العام الشابك كروننبار تأمين سفر وزراء الحكومة لحضور الاجتماع في ناقلات جند مدرعة، لكن الأخير رفض الطلب بسبب حجم الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين مثل هذا الحدث غير المسبوق في منطقة حرب نشطة. نتنياهو الذي أراد من عقد الاجتماع في هذا المكان إقناع أعضاء حكومته بأهمية التمسك بالبقاء في محور فيلادلفيا، كاد يزيد الطين بلة بهذه الخطوة التي تستفز مصر، خاصة أن القاهرة رفضت مراراً وتكراراً بقاء القوات الإسرائيلية عند معبر رفح أو في محور فيلادلفيا الذي يبلغ طوله 14.5 كيلومتر على امتداد الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر.